زلال زهرة. أيوة زهرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدأ بشابتر 3، خلصنا شابتر 1 اللي هو الكتروستاتيك فيلد، وكان بيتكلم على كولومز لو والكونسيبت بتاع الكتريك فيلد والكتريك فيلد لاينز. بعد كده خلصنا شابتر 2 اللي هو الجاوسس لو، وكان بيتكلم على الالكتريك فلوكس، وبعد كده الجاوسس لو، وبعد كده دخلنا في الابلكيشنز بتاعت جاوسس لو. اخدنا حساب الفيلد بتاع سفيريكال شيل، سوليد سفير، لاين اوف تشارج، بلين اوف تشارج، وبعد كده اخر حاجه البروبرتيز اوف الكوندكتورز. النهارده ان شاء الله هنبدا في شابتر 3. من النهارده لغايه نهايه الالكتريستي هتلاقي حاجه تانية خالص، هتلاقي فيزيكس تانية خالص، هتلاقيها سهله جدا جدا جدا. عايز اقول لك تقريبا اصعب تو شابترز في الكورس كله، حتى مش في الالكتريستي بس، في الكورس كله هو اول تو شابترز. والسبب الصعوبه انك انت كنت بتتعامل مع كميات فيكتورز، الكتريك فيلد، الكتريك فورس. اما دلوقتي هتعلم من دلوقتي لغايه نهايه اتليست حتى الكتريستي هتعامل مع كميات سكيلر، بوتنشال، كاباستنس، كرنت، كلها كميات سكيلر. وطبعا في فرق كبير جدا من التعامل مع الكميه السكيلر عن التعامل مع الكميه الفيكتور. الالكتريك بوتنشال او الجهد الكهربي. في بس انترودكشن في الاول، جايز دي تبقى رخمه شويه في الاول، بس حوالي مدتها تقريبا 10 دقايق او اقل، لغايه ما اوصل للبيزك ايكويشنز، عشان بس ما تتوهش مني ان انا تبقى عارف انا بعمل ايه. انا هنوصل فور بيزك ايكويشنز، حتى اوريهم لك كده عشان ايه تبقى عارف دول البيزك ايكويشنز اللي انا عايز اوصل له. طبعا البروف مش علينا، بس انا عايز اقول لك، عارف لو كنت بدات الليكشر من سلايد 11 واقول لك الايكويشنز دي واللي بعدها على طول ابلكيشنز، خلاص يبقى كده الدرس يخلص في ثواني وتلاقيه سهل جدا. انا بس الانتروداكشن مدتها تقريبا 10 دقائق، ان انا عايز اوصل للايكويشنز دي تبقى فاهم معايا بس جت منين، وايه الايكويشنز دي، وايه الرموز دي، وبتعبر عن ايه. فتعالى نبدا مع بعض من بدايه الليكشرز. اوكي، لو انت عندك الكتريك فيلد، اكسترنال الكتريك فيلد، الكتريك فيلد جاي من اي تشارج، خلاص، وحطيت عليها نقطتين، اخترت النقطتين نقطه A ونقطه B، وحطيت عند النقطه A تيست تشارج كيو نوت، حطيت عند النقطه A تيست تشارج كيو نوت. اول ما تحط كيو نوت ات بوينت A، ايه اللي يحصل؟ بسبب وجود الكتريك فيلد هيبقى في فورس على التشارج، زي بالظبط لو انا حط ماس في الجرافيتيشنال فيلد، الجرافيتيشنال فيلد هيأثر على الماس بالفورس اللي بنقول عليها الويت. طيب الفورس اف اي صفر اف صفر اي اللي هي الالكتريك فورس اللي هي بتساوي كيو نوت تايمز اي، هي دي الفورس اللي جايه من الالكتريك فيلد. دي مش اكسترنال فورس، دي فورس جايه من الفيلد بالظبط شبه الويت. طيب الفورس دي عايزه تعمل ايه؟ عايزه تحرك الكيو نوت. يعني انا لو سبت الكيو نوت هتتحرك، هتتحرك في اتجاه مين؟ في اتجاه الالكتريك فيلد. سؤال، معنى ان الفورس حركت التشارج، معنى كده التشارج بدات الكينيتيك انرجي بتاعتها تزيد. في الاول لما انا كنت ماسكها كينيتيك انرجي بزيرو، بعد كده بدأت تتحرك كل شوية سرعتها بتزيد. معنى الكينيتيك انرجي بتزيد ان ده في زيادة في الكينيتيك انرجي. طيب according to conservation of energy اللي هو بيقول energy is not created or destroyed but changed from one form to another form، او ان الطاقة لا تستحدث ولا مش عارف، او بالعربي الطاقة لا تستحدث ولا حد يقول لا تفنى ولا تستحدث بعدم، بتتحول لصورة اخرى. طيب دلوقتي زي ما قلت، اول ما حطيت الكيوت بدأت الكينيتيك انرجي بتاعتها تزيد بدون ما ابذل ورك. السؤال، الزيادة في الكينيتيك انرجي دي جت منين؟ اللي يعرف يتفضل. هتشوف خالص.
انت اول ما حطيت التشارج في الفيلد، الفيلد لازم يعمل حاجه اسمها بوتنشال انرجي. فالبوتنشال انرجي ده بيبقى جاي من الفيلد ده بالظبط. لما بتحط ماس في الجرافيتيشنال فيلد، فالجرافيتيشنال فيلد هيأثر على الماس بايه؟ ببوتنشال انرجي اللي هو ام جي اتش. سيم ستوري، لما انا حطيت التشارج في الالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد ادى لل او ممكن نقول البوينت تشارج اكتسبت اكوايرد بوتنشال انرجي، بي هو بوتنشال انرجي جاي بسبب الفيلد. لازم البوتنشال انرجي يجي بسبب فيلد. انت لما سبت التشارج، يعني سمحت للتشارج بالحركه، كل اللي حصل ان بدا البوتنشال انرجي يتحول الى كاينتيك انرجي. وبالتالي طول ما التشارج بيتحرك تو ذا رايت او في اتجاه الفيلد، البوتنشال انرجي بيقل والكينيتيك انرجي بتزيد. زي بالظبط لو انت ماسك كوره وسبتها، الكوره تقع وهي نزل تحت، البوتنشال انرجي بيقل والكينيتيك انرجي بتزيد. طيب انا لو حركت التشارج عكس الفيلد from A to B، زي وانت بتحرك الكوره عكس الفيلد، يعني بتحركها لفوق، ايه اللي بيحصل؟ لما بتحرك التشارج او الكوره عكس الفيلد، فانت كده بتزود البوتنشال انرجي، لكن انت بتبذل ورك، اكسترنال ورك، انت اللي حركت التشارج من النقطه A الى النقطه B، هي لوحدها مش هتتحرك. هل انا لو سبت التشارج هتتحرك لوحدها من A ل B؟ هي مش هتيجي عند B اساسا، هي هتتحرك تو ذا رايت. هي عشان تروح عند النقطه B، يعني عكس الفيلد، عشان تتحرك عكس الفيلد عكس الطبيعي، هي محتاجه external work. طيب ال external work ده بيترجم إلى زيادة في ال potential energy. ال external work ده بيترجم إلى زيادة في ال potential energy، لأن أنا بتحرك عكس ال field. يبقى أنت عشان تزود ال potential energy you need external work. المهم بذلت external force F external عشان أحرك النقطة اللي تشارج من النقطة A إلى النقطة B. الورك بيساوي كام؟ قانون الورك خدناه زمان. فورس اوف ديسبيسمنت يا دكتور. ممتاز، بس يا جماعه انا عندي مبدا، لما احفظ قانون اعرف امتى بستخدمه. امتى اقدر اقول ان الورك ايكوال اف دوت اكس او اف دوت اس او اف دوت دي؟ يلا يا جماعه فوقوني، انا نايم على نفسي. لما ففوقوني تكون سكالر كوانتيتي، لما تكون ايه؟ الفورس ديسبيسمنت سكالر كوانتيتي، لما تكون الفورس كونستنت. ده بيسمى الرول ده فور يونيفورم فورس، يعني الفورس كونستنت. مين قال الفورس هنا كونستنت؟ الفورس دي بتساوي كيو تايمز اي. مين قال الاي يونيفورم؟ اقفل المايك، المايك فتح المايك يقفله. ايوه طيب، هل انا من بدايه الليكشر قلت الاي ده يونيفورم؟ خالص. فان جنرال الالكتريك فيلد بيبقى نون يونيفورم، وبالتالي الفورس دي نون يونيفورم. في حاله نون يونيفورم فورس، الورك بحسبه ازاي؟ عن طريق الانتجريشن، وده القانون الجنرال للورك اللي هو المفروض يتاخد في كورس الفايبريشن. الورك فروم اي تو بي، من النقطه A الى النقطه B، ايكوال انتجرال، خلي بالكم من الليميتس، من نقطه البدايه لنقطه النهايه. انا حركت التشارج من A الى B، اف دوت دي اس، دي اس او دي ار او دي اي حاجه، اي حاجه ريليتد بلينث يعني. طيب الورك ده برضو خدنا الكلام ده في الفايبريشن او في الميكانكس. ان جنرال الاكسترنال ورك بيؤدي الى زياده في البوتنشال انرجي وزياده في كاينتيك انرجي. دي الجنرال رول، ده الكونزرفيشن اوف انرجي على فكره، ان الاكسترنال ورك ايكوال للتشينج في الكاينتيك انرجي بلس للتشينج في البوتنشال انرجي. اف نو اكسترنال ورك، يعني دبليو اكسترنال بزيرو، ساعتها التشينج في الكاينتيك انرجي ايكوال ماينس التشينج في البوتنشال انرجي. هو ده القانون، انا دايما بحب احفظ القانون من اصله، من بدايته، يعني اصله، مش انتوا حافظينها كونزرفيشن اوف انرجي ان التوتال انرجي عند بوينت 1 initial state equal total energy في final state. امتى الكلام ده؟ if no external work. اما القانون الجنرال هو الصح، W external
equal change في kinetic energy plus the change في potential energy. طيب انا عايز الورك اللي انا بذلته عشان احرك التشارج من A الى B يؤدي الى زيادة في potential energy فقط. يعني انا عايز اخلي التشارج في kinetic energy equal zero. اعمل ايه عشان تبقى التشارج في kinetic energy بصفر؟ ايه الشرط؟ هنمشي بسرعة ثابتة. Very good. هنمشي بسرعة ثابتة. Therefore اللي يحصل ساعتها هتكون الكايناتيك انرجي بصفر لان هي M دلتا V. اوكي ده عشان يتحقق انا عايز اخلي تشارج تتحرك بسرعة ثابتة عشان ما يبقاش فيه تغير في طاقة الحركة. ده عشان يتحقق ايه الشرط؟ ان ال F external تساوي ال F E. اكزاكتلي ممتاز شاطره. يبقى عشان الكاينتيك انرجي او التشينج في الكاينتيك انرجي ايكوال زيرو او عشان الاكسلريشن تبقى بصفر لازم سيجما الفورس بصفر, وعشان سيجما الفورس بصفر لازم الاكسترنال فورس ايكوال ماينس اف اي ماينس ذا دايركشن والاف اي ذا ماجنيتيود, وبالتالي الاكسترنال فورس ايكوال ماينس كيو نوت في الاي. تيك كير ثاني. يبقى لو الاكسترنال فورس اقل من الرقم ده التشارج مش هتتعكس, اكبر من الرقم ده هتتعكس بسرعه او هتبقى في زياده, هيبقى في اكسلريشن, وبالتالي وهي بتتحرك كمان تو ذا ليفت سرعتها هتزيد, يعني في تشينج في كينيتيك انرجي. عشان ما تبقاش تتحرك بسرعه, عشان ما تتحركش بسرعه تزايديه, عشان ما يبقاش في اكسلريشن الاكسترنال فورس لازم تساوي الالكتريك فورس, وبالتالي بتساوي ماينس كيو نوت في الاي. في الحاله دي هيبقى دلتا يو اللي هي يو بي ماينس يو اي ايكوال دبليو, ودبليو هشيل بس الاف وحط مكانها ماينس كيو نوت اي دوت دي اس. هو نفس القانون, رجعت السلايد اللي ورا, التشينج في كينيتيك انرجي بصفر, وهشيل اف اكسترنال وحط مكانها ماينس اي دوت ماينس كيو نوت اي ماينس كيو نوت اي. طيب سؤال, according to الشرح اللي انا شرحته UB اكبر من UA فلازم ده يطلع كمية موجبة, وده عشان يطلع كمية موجبة يعني لازم integration ده يطلع بالنيجاتيف, عشان نيجاتيف مع نيجاتيف يطلع بوزيتيف. المهم وصلت لقانون يحسب بشمهندسين فتح المايك يقفله, انا بيعمل نويز عندي. الفتح المايك يقفله لاخر مرة. القانون ده يحسب الفرق في الالكتروستاتيك بوتنشال انرجي, طبعا اليو بنسميها الكتروستاتيك بوتنشال انرجي, طاقة الوضع الكهروستاتيكية. طبعا ما بتسويش ام جي اتش, ام جي اتش ده الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي, اما دي الالكتروستاتيك بوتنشال انرجي از جيفن باي ماينس كيو نوت, كيو نوت اللي هي التشارج اللي انا عايز احركها من A الى B E دوت دي اس. طيب بنعرف كمية فيزيائية اللي هو البطل بتاعنا النهاردة اللي هو الالكتريك بوتنشال او الجهد الكهربي, وبنرمز لها برمز V. يا ترى ايه الفرق بين V وبين U؟ ده اللي هيتعرف عليه النهاردة ان شاء الله. V هو بوتنشال انرجي او الكتروستاتيك بوتنشال انرجي بير يونت تشارج, فهو U على Q. دي اسمها الديفايننج ايكويشن بتاعت الالكتروستاتيك بوتنشال. لو تفتكروا الديفايننج ايكويشن بتاع الالكتريك فيلد, حد يفكرني بيها؟ ما هي الديفايننج ايكويشن بتاع الالكتريك فيلد؟ E equal F over Q نوت. Very good. كان الالكتريك فيلد equal force over charge. سمينا الايكويشن دي ديفاين ايكويشن, اي المعادله المعرفه. طلعنا منها بحاجتين باليونتس, وطلعنا ان الالكتريك فيلد كميه فيكتور. ولو تفتكروا لما انا قعدت اقول الكلام ده, عشان الالكتريك فيلد فورس على تشارج يعني فيكتور على سكيلر, هو ده اللي خلى الالكتريك فيلد فيكتور. اما البوتنشال هو انرجي على تشارج, عشان الانرجي كميه سكيلر, هو ده السبب ان البوتنشال كميه سكيلر. فالبوتنشال كمية سكيلر يعني لوج دايركشن, ده نوع عبارة عن انرجي اوفر تشارج.
اليونتس بتاعته هتبقى جول على كولوم، بنسمي جول على كولوم بنسميها فولت. واحد جول اوفر 1 كولوم دي بنسميها فولت. يبقى اليونتس بتاعت الالكتريك بوتنشال فولت. دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن نطلع حاجه ثانيه، يونت جديده للفورس. ممكن نطلع بيونت جديده للفورس، الفورس اسف للالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد اخذنا اليونت بتاعته نيوتن على كولوم، هنعرف كمان هي برضو فولت على متر. يبقى يونت جديده للالكتريك فيلد هي فولت على متر. يبقى عندنا البوتنشال اليونت بتاعته فولت، وان الالكتريك فيلد كمان ليونت جديده غير نيوتن على كولوم فولت على متر. وعايز اقول لك حتى المشهوره هي فولت على متر مش نيوتن على كولوم. الناس اللي هتكمل في تخش كهرباء كوميونيكيشن اتصالات كل تعاملهم بالالكتريك فيلد بالنيوتن بالفولت على المتر، مش هتسمع عن كلمه نيوتن على كولوم دي خالص غير في كورسات الفيزيكس. عايز اطلع قانون للبوتنشال ديفرنس. احنا طلعنا قانون بيحسب الفرق في البوتنشال انرجي، الكتروستاتيك بوتنشال انرجي. لا انا مش عايز كده، انا عايز اعرف الفرق البوتنشال، هو ده فرق الجهد. لما تقول نقطة A او دلتا V بخمسة فولت، معنى ايه؟ ان VB اكبر من VA بخمسة فولت، ده معنى ايه؟ ده اللي هنشوفه كمان شوية. عايز اطلع قانون دلتا V. فلو رجعنا قانون دلتا U وقسمت الطرفين على Q نوت، قسمت الطرفين على Q نوت، هتبقى دلتا U over Q نوت هو ده دلتا V، هو ده تعريف البوتنشال ديفرنس. دلتا U over Q نوت اللي هي VB minus V، ما UB على Q نوت ده VB وUA على Q نوت ده VA. يبقى أول قانون ده أول، أو ممكن نقول تاني قانون، أول قانون هو V equal U على Q، أو دلتا V equal دلتا U على Q. وتاني قانون دلتا V equal VB minus VA equal minus integral from A to B E dot dr. القانون ده هو ده القانون اللي بحسب بيه فرق الجهد بين نقطتين، من نقطة A إلى نقطة B. والله لو دلتا V طلع بوزيتيف يعني ال VB أكبر من ال VA، معنى كده الانتجريشن ده نيجاتيف. ولو دلتا V طلع نيجاتيف يعني ال VB أصغر من ال VA، معنى كده الانتجريشن ده بالبوزيتيف. بس برضو أنا ما فهمتش قوي هو إيه الفرق بين دلتا V وبين دلتا U، دي نقطة. والنقطة التانية ما جاوبتش على سؤالي، ما معنى ان دلتا في 5 فولت؟ يعني في بي اكبر من في اي ب 5 فولت. عشان نجاوب على الكلام ده انا عايز اعرف الرايت سايد ده عباره عن ايه. الرايت سايد اللي هو ماينس انتجرال فروم اي تو بي اي دوت دي ار، الرايت سايد ده بيمثل ايه؟ حد يعرف؟ محدش صاحي؟ كله نايم؟ رايت سايد بيعبر عن ايه؟ سوري؟ ما سمعتش. قول يا باشمهندس شكلك بتكلم صح؟ نيجاتيف الورك اكستندر؟ وليه نيجاتيف؟ هو ليه نيجاتيف؟ هو الورك فعلا. ارجع للقانون الورك ورا اهو، هترجعنا كتير. ما هو الورك انتجرال فروم اي تو بي اف اكسترنال، واف اكسترنال كانت ايه؟ ماينس كيو نوت في الاي، فهو ده الورك اكسترنال بس ما فيهوش كيو نوت، يعني ده الورك على التشارج. يبقى لو رجعنا للسلايد بتاعتنا اهي، لو رجعنا انتجرال دبليو فروم اي تو بي المعادله دي، بعد كده شلنا اف اكسترنال حطينا ماينس اف اي او ماينس كيو نوت في الاي، يبقى الرايت سايد هو دبليو اكسترنال اوفر كيو نوت، ده الشغل على الكيو نوت. يبقى انا ممكن اشيل الرايت سايد كله حتى النيجاتيف، النيجاتيف معاها موجوده اهي. يبقى النيجاتيف فروم اي تو بي اي دوت دي ار، واحط مكانه دبليو على كيو نوت. ونطلع بالقانون الثالث اللي في غايه الاهميه، ان الورك اكسترنال ايكوال Q نوت VB minus VA. طب من القانون ده بقدر افهم يعني ايه بوتنشال ديفرنس. يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟
ايكوال 5 فولت. يعني الفي بي اكبر من الفي اي بخمسة فولت. معناها ايه؟ معناها انت مطلوب منك تبذل ورك مقداره 5 جول لو هتنقل اتشارج مقدارها 1 كولوم من النقطة A الى النقطة B. ما هو امتى دلتا V equal W؟ لما Q نوت بكام؟ ب1. وبالتالي دلتا V هو الورك دان باي اكسترنال ايجنت تو موف يونت تشارج فروم بوينت A تو بوينت B. يبقى تاني معنى ان انا اقول لك ان فرق الجهد 5 فولت، يبقى انت محتاج اكسترنال ورك، لان مش الطبيعي انها تتحرك من الفولت الصغير للفولت الكبير. الطبيعي تشارج تتحرك من الفولت الكبير للفولت الصغير، زي الميه بتتحرك من ايه؟ من الضغط العالي للضغط الواطي. فالطبيعي جدا تشارج تتحرك من الفولت الكبير للفولت الصغير، انت مش محتاج اكسترنال ورك. اما لو انت عايز تحركها من الفولت الصغير للفولت الكبير، فانت محتاج اكسترنال ورك. قد ايه الاكسترنال ورك ده؟ مقداره قد ايه؟ والله لو انت هتحرك تشارج مقدارها 1 كولوم، يبقى ساعتها الورك هو نفسه دلتا في. ارجو ان يكون الكلام ده يتفهم، وتفهم يعني فرق الجهد او يعني بوتنشال ديفرنس. اخر معادله عايزين نوصلها، وكده خلصت الانترودكشن، طولنا فيها قوي، خصوصا انا حران جدا، الدنيا حر قوي النهارده. ليه ايه؟ دلتا في ده فرق الجهد. يعني لما اقول لك محمد اكبر من احمد بثلاث سنين، حد عارف سن محمد كام؟ لا. حد عارف سن احمد كام؟ لا. كل اللي عرفته قدرت اعرف بس ان محمد اكبر من احمد بثلاث سنين. سيم ستوري، لو انا قلت لك ان الفي بي اكبر من الفي اي بخمسة فولت، طب هي الفي بي اساسا بكام؟ او الفي اي اساسا بكام؟ ده اللي احنا بنسميه ابسوليوت بوتنشال، او البوتنشال ات ا سيرتن بوينت. طيب انت عشان تحدد فولت نقطه، لازم اساسا تعرف فين البوينت اللي عندها الفولت يكون زيرو. ده امر طبيعي. يعني لو الفولت عند بي بخمسة فولت، طب هي النقطه دي الفولت بتاعها اكبر من مين؟ يعني فين النقطه اللي عندها زيرو فولت؟ مين يعرف الحته دي؟ فين البوينت اللي عندها زيرو فولتج؟ شوانسين المتصلة بالأرض. انت برضو دماغك راحت على الجرافتيشنال فيلد. هنناش زعب الجرافتيشنال فيلد، انا بتكلم على الكتروستاتيك فيلد. فين النقطة اللي عندها زيرو فولت؟ مش انا كل ما ببعد عن التشارج كل ما الالكتريك فيلد بيقل، زي ما الالكتريك فيلد يقل الفولت هيقل، وبالتالي ات انفينيتي كل حاجه بزيرو. ات انفينيتي حتى راجع قانون البونش الالكتريك فيلد بتاع البونش شارج كي كيو على ار سكوير. لو انا حطيت ار بانفينيتي، واحد على انفينيتي بكام؟ بزيرو. يبقى ات انفينيتي هو ده الريفرنس، هو ده الديتم، هو ده الجراوند ليفل بتاعنا، ان الالكتريك فيلد ايكوال الكتريك بوتنشال equal electrostatic potential energy equal zero. فهي دي البوينت الريفرنس بالنسبه لنا. يبقى عشان اجيب فولت نقطه، عشان اجيب مثلا اجيب الفولت عند بي، لازم اخلي الفولت عند اي بصفر، وعشان اخلي الفولت عند اي بصفر لازم النقطه A تروح للانفينيتي. يبقى استخدم القانون بتاع دلتا في بكل بساطه، هنخلي الفي بصفر امتى؟ لما تودي النقطه A للانفينيتي. النقطه عندها الفولت بصفر هي النقطة اللي عند الانفينيتي، وبالتالي ده الريفرنس بالنسبة لنا. at r tends to infinity ال u equal v equal zero، وبالتالي القانون بتاعنا v at any point v of r، يعني الفولت at any point على مسافة r من النقطة للتشارج بتساوي minus integral من infinity لل r e dot dr. طب ايه الميننج بتاعها؟ انا لما اقول لك الفولت عند نقطه 5 فولت معناه ايه؟ معناها نفس التعريف البوتنشال ديفرنس. معناها انت محتاج 5 جول عشان تحرك 1 كوم من انفينيتي وتحطها عند النقطه بي. يبقى لما اقول لك الفي بي ب 5 فولت، معناها انت محتاج 5 جول عشان تحرك 1 من انفينيتي وتحطها عند النقطه بي.
هم دول كده خلصنا الانترودكشن معلش طولنا فيه قوي مش عارف ليه. اول قانون اللي هو بيحسب التشينج ان الكتريك بوتنشال انرجي دلتا يو ايكوال دلتا في. تاني قانون اللي هو بيحسب البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس. تالت قانون اللي هو بيحسب البوتنشال ات سيرتن بوينت. رابع قانون ده اللي بيحسب ورك دون باي الاكسترنال فورسز. هي دي الاربع قوانين جنرال. يعني ايه جنرال؟ هل انا جبت ان الالكتريك فيلد ده جاي من بوينت شاش بدايه الليكشر بتاعتي لما قلت في عندك الكتريك فيلد ونقطتين او بي، هل انا قلت الكتريك فيلد ده جاي من بوينت شاش؟ لا طبعا. كل القوانين دي جنرال، تنفع البوينت شاش، تنفع للديسك، للرينج، لاي حاجه. كل القوانين دي جنرال. هنبدا كلمه سبيشال، كلمه ابلكيشنز يعني سبيشال كيسز. دلوقتي هناخد سبيشال كيسز. يعني سبيشال كيسز لو الكتريك فيلد ده كان جاي من بوينت شاش، طب ايه قانون البوينت شارج؟ طب لو جاي من كونتينر شارج احسبها ازاي؟ اللي هو نفس الابلكيشنز هتلاقيه تكرار لجاوس وكولوم اللي احنا خدناه قبل كده. دي الميزه، بعتبر دي الميزه الوحيده في الكتيرستي، ان الكلام كل محاضره بيتكرر معاك، فالمفروض انه يلزق بقى في دماغك كل شويه بيتكرر معاك. يبقى نعيد نفس الابلكيشنز اللي خدناها في كولوم وفي جاوس هناخدها في البوتنشال. تقريبا عندها 6 ابلكيشنز، فتعالوا نبدا. يعني دي البدايه الحقيقيه للشابتر ده، دي البدايه الحقيقيه اللي هتحس فيها فعلا ان الشابتر سهل. طبعا انا متاكد مليون في الميه ان ال11 او ال10 سلايدز اللي فاتوا كانوا صعبين. ما حد بيقول لي انت بتضحك علينا، قلت لنا هنشوف فيزياء جديده وهنشوف حاجه جديده وحاجه سهله. لا صدقني ما بضحكش عليك، صدقني البوتنشال اسهل بكتير جدا من كل اللي فات. انا اضحك عليك ليه؟ يعني ايه مصلحتي ان انا اقول لك البوتنشال ده هو كان قريبي؟ انا فعلا بقول لك البوتنشال ده سهل. اول ابلكيشن عايزين نحسب الكتريك بوتنشال اوف اي بوينت تشارج. عايز اطلع قانون للبوتنشال خاص بالبوينت تشارج. زي ما انت عندك قانون للكتريك فيلد خاص بالبوينت تشارج اللي هو كي كيو على ار سكوير، عايز اطلع قانون خاص بالبوتنشال الجهد الكهربي of a point charge. طبعا الديريفيشن مش علينا، بس انا بحطه هستخدم القانون الثالث ان ال V هنا دلوقتي عايز اجيب الفولت عند نقطه، فاستخدم المعادله الثالثه ال V equal minus integral من infinity لل R E dot dr. الانجل بين ال E وال R صفر، لو دي بوزيتيف تبقى صفر، لو نيجاتيف يبقى ايه 180. فيبقى الدوت كوزاين 01. بعد كده الالكتريك فيلد بتاع البوينت شارج عارفينه كي كيو على ار سكوير، طبعا طلعت كي كيو بره. انتجرال دي ار على ار سكوير بكام؟ حد يعرف؟ انتجرال دي ار على ار سكوير، او الانتجريشن طلع بالنيجاتيف اهو عشان يطلع الفولت بالبوزيتيف، فالانتجريشن طلع بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف، وبالتالي قانون البوتنشال ايكوال كي كيو على ار. هو ده قانون الجهد الكهربي اللي هنستخدمه في المسائل مش هنثبت بعد كده. زي ما الالكتريك فيلد بتاع البوينت شارج كي كيو على ار سكوير، قانون البوتنشال بتاع البوينت شارج، يعني ده ما ينفعش استخدمه للديسك، ما ينفعش استخدمه للرد، ده قانون خاص بالبوينت شارج هو كي كيو على ار. في فرقين بين قانون البوتنشال وبين قانون الالكتريك فيلد. الفرق الاولاني الواضح زي الشمس، قانون الالكتريك فيلد الار مع سكوير، وهنا ال V عشان جاي من انتجريشن مع R بس. وعايز اقول لك كل قوانين الشابتر ده عشان جايه بسبب الانتجريشن، هتلاقي واحد على R مش واحد على R سكوير. بقول الكلام ده لسهوله الايه؟ الحفظ، مع ان مفيش عندنا حفظ يعني. الفرق الثاني مفيش مودولس. يعني ايه مفيش مودولس؟ مفيش مودولس. يعني وده اللي انا قلته قبل كده مع اول كميه سكيلر اخذناها في الكورس اللي هي الفلكس. الفرق في التعامل مع الكميه السكيلر والكميه الفيكتور. كميه الفيكتور بحط مودولس لان يعني باخد الايفكت بتاع الماينس في الدايركشن، اما الكميه السكيلر زي ما شفنا في الفلكس وزي ما نشوف دلوقتي في البوتنشال باخد التشارج باشارتها. يعني مفيش مودولس. يعني لو الكيوب بوزيتيف احط بوزيتيف، لو الكيوب نيجاتيف احط نيجاتيف. يعني البوزيتيف تشارج الفولت بتاعها بالبوزيتيف اهو، دي رسمه الفي مع الار، ولو دي نيجاتيف تشارج يبقى الفولت بتاعها بالنيجاتيف. ارجع لو انا بعيد الاثبات
على نيجاتيف تشارج، كنت اقول الانجل بكام؟ 180، كانت هتظل اشاره نيجاتيف. وبالتالي التعامل مع الكيميائي سكيلر، ويمكن دي اصعب حته بس ان الطالب بيتلخبط فيها، لما كنا بنستخدم الكتريك فيلد كنت بحط مودلس، انا كنت باخد الايفكت بتاع الماينس في الدايركشن، اما مع الكميات السكيلر الفلكس البوتنشال اللي جاي بعد كده دايما كل حاجه باخدها باشارتها. طيب نفس الترتيب، انا كده نفس ماشي نفس الترتيب بتاع كل الليكتشرز اللي فاتت. بعد ما جبت البوينت تشارج اعمل ايه؟ طب لو عندك اكتر من بوينت تشارج في السبيس نعمل ايه؟ بنعمل مبدا السوبر بوزيشن، بجيب الفولت ديو تو كيو 1. الفولت ديو تو كيو 1 اتجاهه ازاي؟ خارج ولا داخل؟ خارج. نعم خارج. خارج ممتاز. يعني باشمهندس دايما زي عندنا واحد صاحي اهو، البوتنشال كميه سكيلر، البوتنشال كميه سكيلر، لا هنسمع عن خارج وداخل ولا هنسمع اساسا عن اي وجي ولا هنسمع عن ساين وكوزاين. يا سلام ايه السهوله دي، يعني لا في لا اي ولا جي ولا ساين وكوزاين ولا ولا نعمل كومبوننتس ولا كومبوننتس بتتكنسل ولا الهواء، مفيش الكلام ده. ليه؟ هو ده الفرق، انت بتتعامل مع كيميا سكيلر شغل الكالكوليتور من الاخر. وبالتالي هتجيب الفولت ديوتو كيو 1 عند النقطه بي اللي هو كي كيو 1 على ار 1 برقم، بعد كده كي كيو 2 على ار 2 تاخد الكيو 2 باشارتها، بعد كده كي كيو 3 على ار 3، بعد كده اجمع مع بعض جمع جبري سيجما دي، يعني جمع جبري مش جمع فيكتوريال. كي كومن فاكتور يعني Q1 على R1 بلس Q2 على R2 بلس Q3 على R3 حسب عدد البوينت تشارجز. فناخد اكزامبل، قبل الاكزامبل طيب انا جبت البوتنشال ديو تو بوينت تشارج، جبت البوتنشال بسبب بوينت تشارج. لو انا عايز اجيب البوتنشال انرجي، هل في حاجه اسمها بوتنشال انرجي ديو تو بوينت تشارج واحده؟ عشان يبقى في بوتنشال انرجي اتليست انت محتاج كام بوينت تشارج؟ اتنين. زي قصه الفورس، لو عندك بوينت تشارج واحده هل عند نقطه اقدر اقول ان في فورس عند النقطه؟ يبقى عشان يبقى في فورس اتليست يو نيد تو بوينت تشارج، ممكن يبقى اكتر من كده بس اقل عدد عشان يبقى في فورس انت محتاج تو بوينت تشارجز. سيم ستوري، الفورس سيميلر للبوتنشال انرجي والالكتريك فيلد سيميلر للبوتنشال، مجال الكهربي متشابه مع الجهد الكهربي والقوه متشابهه مع الايه البوتنشال انرجي. يبقى علشان احسب بوتنشال انرجي بين تو بوينت تشارجز كيو 1 وكيو 2 هقول نفس الكلام اللي انا قلته على الفورس. تعال نفتكر الكلام اللي انا قلته على الفورس عشان نعمل نوع من الانالوجي. دلوقتي انت عندك كيو 1 وكيو 2، كنا بنقول ايه اول ما حطيت كيو 2؟ كنا بقول كيو 1 عايزه تزق كيو 2، كيو 1 عايزه تزق كيو 2. حد فاكر الفورس دي اسمها ايه؟ ريبالشن. اسمها ايه؟ F2-1. ممتاز، يعني الفورس على 2 اللي جاي من 1، وكنا بنقول كيو 2 برضو عايزه تزق كيو 1 اكيد حقها يعني، فكنا بنسمي الفورس دي F1 2. ايه علاقه اف 2 ب اف 1 2 ايكوال بس في اشاره ماينس، يعني اف 2 1 ايكوال ماينس اف 1 2. ايه سبب الاشاره ماينس؟ دايركشن، يعني هم قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الدايركشن. سيم ستوري، انا لما حطيت كيو 2 في الفيلد بتاع كي 1، خلي بالك كي 1 ليها فيلد، فلما حطيت كيو 2 في الفيلد بتاع كي 1 كيو 2 اكتسبت بوتنشال انرجي اسمه ايه؟ المفروض اسمه يو 2، بس احنا برضه جاي منين يبقى سميها يو 2 1 مش هنقول يو 21، لا هي بتقرا يو 21، يعني ده البوتنشال انرجي اللي اكتسبته كيو 2 اللي جاي من كي 1. نفس القصه، انت لما حطيت كي 1 في الفيلد بتاع كيو 2 يبقى اكتسبت بوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي المفروض اسمه ايه؟ يو 1، بس لازم اقول جاي منين يبقى يو 1 2. ايه علاقه يو 1 2 بيو 2 1؟
مساويين. ده مفيش اشاره ماينس، ان دول كميه سكيلر هم قد بعض، لان مفيش دايركشن. بوتنشال انرجي ملوش دايركشن. فين اثبات الكلام ده؟ اثبات الكلام ده مكتوب عندك اهو. لو انا حبيت اجيب يو 1 2 يو 1 2 اهو، يو 1 2 اللي هو ايه؟ اللي هو كيو 1 في الفولت بتاع مين؟ بتاع 2، مش اليو كيو في البي. طيب يو 1 2 اللي هو مين؟ هل هو كيو 1 في 2 ولا كيو 2 في 2 في 1؟ اعرف منين يو 1 2 ده البوتنشال انرجي بتاع كيو 1 لما حطيتها في الفيلد بتاع مين؟ بتاع كيو 2. يبقى يو 1 2 هي كيو 1 تايمز V2. طب هي V2 بكام؟ مش K Q2 على R، مش ده قانون البوتنشال بتاع البونشارج؟ اضرب اتنين في بعض تطلع K Q1 Q2 على R، هو ده U1 2. طب U21 U21 هيبقى Q2 times الفولت بتاع Q1، Q2 times V1، وV1 اللي هو K Q1 على R، يبقى برضو طلع نفس القانون ان يو 1 2 ايكوال يو 1. ملخص الكلام ان قانون البوتنشال انرجي بتوين تو بوينت تشارجز ايكوال كي كيو 1 كيو 2 على ار. برضو في فرقين بين القانون ده، القانون ده بيفكرنا بقانون الفورس. انا قلت لكم في سيميلاريتي بين الفورس وبين البوتنشال انرجي. الفرقين ان فيش موديلس، بحط كيو 1 وكيو 2 باشارتها، وطبعا الفرق الثاني الواضح مفيش سكوير. وانا قلت كل قوانين الشابتر ده مفيهاش سكوير. غير دلوقتي في حد عنده سؤال؟ طيب طب لو انت عندك اكتر من 2 بوينت تشارجز زي ما عملنا برضو في الفورس، لو عندك اكتر من 2 بوينت تشارجز النت او الريزلتنت فورس بكام؟ كنا بنستخدم مبدا الايه؟ سوبر بوزيشن. قبل الحته دي هنا بيقول لك ايه؟ امتى اليو بوزيتيف؟ طول ما كيو 1 وكيو 2 سيم ساين، يعني اتنين بوزيتيف او اتنين نيجاتيف، هيطلع اليو بالبوزيتيف. ما معنى اليو بالبوزيتيف؟ ان التو تشارجز عايزين يبعدوا عن بعض، فانت هتبذل اكسترنال ورك بالبوزيتيف عشان تقربهم من بعض. ولو واحده فيهم بوزيتيف والثانيه نيجاتيف، التو تشارجز عايزين يقربوا من بعض، فانت هتبذل نيجاتيف ورك علشان تبعدهم عن بعض. يعني ده تفسير لقيته في كتاب سيروي، حطيته لكم في السلايدز. طيب لو انت عندك اكتر من 2 بوينت تشارجز، مثلا 3 4 5، اللي هنقوله على 3 يبقى هو نفسه على نفس الفكره على 4 و5 وهكذا. ما هو قانون التوتال او النت او الريزلتنت بوتنشال انرجي يونت اللي هي يو 1 او يو 2 او يو 3؟ خلي بالكم في نقطه، لما انا كنت بحسب الفورس كنت بقول ايه؟ نت فورس على كي 1 لا تساوي النت فورس على كيو 2 لا تساوي النت فورس على كيو 3. ونرجع للمسائل اللي خدناها في الفورس. سبب عدم المساواه ان الفورس كميه فيكتور، ان الفورس كميه فيكتور، وعشان اقول على تو فيكتورز ار ايكوال لازم يكون سيم ماجنتيود سيم دايركشن. اما البوتنشال انرجي كميه سكيلر، وبالتالي النت او الريزلتنت بوتنشال انرجي على كيو 1 هي نفسها على كيو 2 هي نفسها على كيو 3. ممكن تجربها بالمسائل، هناخد مساله وهنجيب مثلا النت بوتنشال انرجي عند كيو 1 واعمل النت بوتنشال انرجي عند كيو 2 لازم يطلع نفس الانسر. طيب يعني عشان كده ما كتبتش، كتبت يو بس مش يو 1 او يو 2 او يو 3. يو اللي هو البوتنشال انرجي عند اي بوينت ريزلتنت. جبت القانون ده ازاي؟ بكل بساطه هنستخدم مبدا السوبر بوزيشن. ايه مبدا السوبر بوزيشن؟ ان افترض كيو 1 بس هي الموجوده، واجيب البوتنشال انرجي لو انا حطيت كيو 2 في الفيلد بتاع مين؟ بتاع كيو 1. لو انا حطيت كيو 2 في الفيلد بتاع كيو 1 يبقى البوتنشال انرجي اللي بينهم كي كيو 1 كيو 2 على ار. طيب بعد كده عشان اجيب كيو 3، هنا بقى الفرق الصغير. انا ما بفترضش كيو 2 مش موجوده، لا انت جبت في المفترض البدايه خالص ان Q2 وQ3 في السبيس في الانفينيتي بعيد خالص. عشان اجيب Q2 من انفينيتي واحطها عند Q1 هي ما شافتش غير Q1، وبالتالي البوتنشال انرجي بتاعها KQ1 Q2 على R. بعد كده خلاص جبتها. بعد كده عشان تجيب Q3 من انفينيتي وتحطها في المكان ده
كيو 3 شايفه قبلها 2 شايفه كيو 1 وشايفه كيو 2 يبقى في بوتنشال انرجي مع كيو 1 وفي بوتنشال انرجي مع كيو 2 المع كيو 1 كي 1 كيو 3 على ار 1 3 واللي مع كيو 2 كي كيو 2 كيو 3 على ار 2 3 خلي بالك بوتنشال انرجي بتعمل مع كل 2 هي دي الفكره وبالتالي هو ده التوتال بوتنشال انرجي فاهم انت شو نصين طبعا الترتيب ما يفرقش واحد يقول انت ليه بدات في كيو 1 واحد يبدا افترض مثلا كيو 3 الموجوده وكيو 1 وكيو 2 في الانفينيتي يبقى نفس الايه الطريقه يعني الترتيب ما يفرقش هو ده قانون بوتنشال انرجي لو 2 طب لو عندك واحده رابعه لو في كمان واحده رابعه تعالى نسمع الفتح بس المايك يقفله عشان ده بيغلوش عليا لو في كيو 4 الا يزيد على القانون ده الا يزيد طب الترتيب ده كله ما فيهوش مشكله هيزيد عليه بقى بلس كي افتح براكت كيو 4 شايفه قدامها كيو 1 يبقى كيو 1 كيو 4 على ار 1 4 زائد كيو 2 كيو 4 على ار 2 4 زائد كيو 3 كيو 4 على ار 3 4 صعبه فهمت يبقى هي الفكره انت بتفترض واحده بس موجوده والباقي كله في الانفينيتي وبتجيب واحده واحده وكل ما تجيب واحده كل ما تجيب الثانيه لازم تحس بكل ايه بيجي لها اثنين بوتنشال انرجي واحده جايه من كيو 1 وواحده جايه من كيو 2 وهكذا هو ده قانون التوتال بوتنشال انرجي ديو تو البوينت تشارجز طيب تعال ناخد اكزامبل ما خدناش اكزامبل لغايه دلوقتي اوكي اول اكزامبل في الشابتر اتشارج كي 1 ايكوال تو مايكرو كولوم از لوكيتد ات ذا اوريجين and the charge Q2 equal negative 6 micro coulomb is located at 0 و 3 على y axis find the total electric potential due to these charges at point P حيث النقطة B على x axis و 4 و 0 coordinates at 4 و 0 نحل المسألة ازاي تعال نجيب حد زي العادة نشوف انتوا معايا ولا مش معايا مركزين ولا مش مركزين ما شاء الله وصلتوا 100 ما شاء الله تتهزوا تعال نشوف بسام ولا باسم 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 شريف ايه يا دكتور ايه باسم اوكي عندك 2 بوينت شارجز كي 1 وكيو 2 Q1 2 مايكرو كولوم عند الاوريجن وQ2 اللي هي نيجاتيف 6 مايكرو كولوم على الواي اكسس والريكوايرد حساب التوتال الكتريك بوتنشال عند النقطه P هلا ازاي يا باسم؟ هعمل نيجاتيف 6 في K نود على 5 بلس 2 بلس 2 في K نود على 4 ممتاز 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 باسم انا بس هعرف ان بنده الاسماء بس انا اتاكد بس ان كنتوا مركزين معايا مش واحد فاتح اللابتوب او الموبايل وبيلعب في حاجه ثانيه شكرا يا باسم كتر خيرك يبقى بالظبط كلام فارغ بكل بساطه يبقى هجيب البوتنشال ديوتو 2 مايكرو اللي هو كي كي 1 على ار واجيب الفولت ديوتو نيجاتيف 6 مايكرو اللي هو كي في نيجاتيف 6 على ار واخدين بالكم انه واخد الاشاره اهي حطوها لكم واعمل اهي خدت الإشارة أهي أهي لازم أخد كل حاجة بإشارتها بعد كده جمع جبري طلع الفولت بالنيجاتيف إيه معنى إن الفولت بالنيجاتيف؟ إنك أنت مش محتاج إكسترنال ورك إيه معنى الفولت عند النقطة بي إيكوال نيجاتيف 6.3 كيلو فولت معنى الفولت بالنيجاتيف أنت مش محتاج إكسترنال ورك ده وحدها لو في عندك تشارج واحد كولوم هتيجي للنقطة بي بفيلد فورس او فيلد وورك بالمقدار ده طيب عايزين نفكركم او نعمل كومباريزون بين الالكتريك فيلد وبين البوتنشال
فتعالوا ننقي حد ونسأله، طب لو كنا كان المطلوب حساب الالكتريك فيلد مش الالكتريك بوتنشال كنا هنعمل ايه؟ الكلام بتاع زمان بقى. هنشوف كده، نشوف آية رجب ولا آية راجي. في حد اسمه آية هنا؟ ما فيش. طيب فادي مراد، مع حضرتك يا دكتور. ايوه فادي، عايزك بس تفكرنا يا فادي بالكلام بتاع زمان، ان لو عايز اجيب الالكتريك فيلد عند النقطه بي كنا بنعمل ايه؟ ده كنوع من الكومباريزون بس. انا مش فاكر قوي بصراحه. كنا اول حاجه بنحط الدايركشن، الفيلد اللي جاي من كي 1 اتجاهه ازاي؟ يا فادي ده بساعدك، انت ما ذاكرتش حاجه خالص؟ انت رحت فين يا فادي؟ انا مش عايز اقول حاجه مش عارفها بصراحه. قول يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما تقول يا ابني. يعني ايه مش فاهم يعني ايه جاي منين؟ الدايركشن بتاع الفيلد بتاع كي 1 اتجاهه ازاي؟ يعني خارج منه ولا داخل فيه ولا؟ يس خارج منه، عشان دي بوزيتيف فالكتريك فيلد بيبقى خارج اهو، يبقى ده اي 1. يبقى اول حاجه كنا نحط الدايركشنز اي 1، بعد كده الفيلد دي جاي من كيو 2 اتجاهه ازاي؟ هيبقى عكسه المفروض، داخل عشان دي نيجاتيف، يبقى الالكتريك فيلد اهو داخل في كيو 2. طبعا التو فيلدز تسكن خارجين من النقطة بي، النقطة بي كما لو كانت هي الاوريجن يعني. يبقى أول حاجة كنت بحط الدايركشنز على الرسم، بعد كده كنت بعمل إيه؟ أجيب ماجنتيود اي 1 بعد كده أحوله فيكتور في اتجاه الأي، أجيب ماجنتيود اي 2 بعد كده أحوله فيكتور. ده في أي كوارتر؟ اي 2 في أي كوارتر يا فادي؟ في السكند؟ سكند كوارتر كنت بقول اكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، وتجيب الاكس كومبوننت والواي كومبوننت وأجمع الأي مع الأي والجي مع الجي. كل الافلام دي مش موجوده عندنا في البوتنشال. شكرا يا فادي. يبقى زي ما قلت دي حبيت اعمل بس نوع من المقارنه بين الالكتريك فيلد وبين الالكتريك بوتنشال، عشان تصدقوني لا في لا اي ولا جي، لا في لا خارج ولا داخل، مفيش ساين وكوزاين، جمع جبري، فانت بتتعامل مع كميه سكيلر. طبعا انا متاكد انك مش مصدقين مدى السهوله في المسائل دي. طيب دكتور اسمح، ايه معنى ان الفولت طلعت بالنيجاتيف؟ طيب ايه معنى الفولت يطلع بالبوزيتيف عند النقطه؟ انك انت محتاج اكسترنال ورك عشان تنقل واحد كولوم من انفينيتي لغايه النقطه بي، يعني التشارج مش هتتحرك لوحدها، محتاجه اكسترنال ورك. اما الورك بالنيجاتيف، اسف، الفولت بالنيجاتيف، معنى كده ان كده هيبقى الفولت النقطه عند الانفينيتي الفولت بتاعها اكبر من الفولت عند النقطه دي، الصفر اكبر من النيجاتيف، وبالتالي تشارج مش محتاجه اكسترنال ورك عشان تتحرك من انفينيتي لغايه النقطه دي. اوكي فهمت؟ تمام يا دكتور. طيب طب ما تتحرك ازاي؟ بالفيلد فورس. طب الفيلد فورس الورك اللي هيعمله قد ايه هو قيمة الفولت ده، يعني لو هي ناقص 5 يبقى الورك دان باي الفيلد ايكوال 5 جول عشان تحرك واحد كولوم من انفينيتي لغاية النقطة بي. والله انت كتر خيرك فكرتني بحاجة مهمة جدا. قانون الورك اللي خدناه، لو نرجع بس ورا عشان كتر خيرك تفكرتني بالحتة دي، قانون الورك اللي احنا خدناه ده الورك بتاع مين؟ ده الورك دان باي الاكسترنال فورس او باي اكسترنال ايجنت، مؤثر خارجي. سنه من السنين ودي حصلت اكتر من سنه، كان ريكوايرد في السؤال الورك دان باي الفيلد. يا جماعه نفس يعني نفس المبدا، لما احفظ قانون اعرف امتى بستخدمه. اللي احنا خدناه في الليكشر ده الورك دان باي الاكسترنال فورس،
طب لو عايز اجيب الورك دان باي الفيلد ايه اللي يحصل؟ يبقى النيجاتيف بتاعه ممتاز، اضرب في شارع نيجاتيف. يما نقول VA minus VB او احط minus وخلاص بره. فدي بقى التريك الصغيرة، انت لو انت اعتبرتها تريك، بس لو انت فاهم هتلاقيها سهلة جدا. فالورك دون باي اكسترنال ايجنت عشان احرك من الفولت الصغير للفولت الكبير، اما باي الفيلد فورس كده كده الفيلد فورس بيحرك التشارج من الفولت الكبير للفولت الايه الصغير. طيب تكملت السؤال، find the change in potential energy of the system of the two charges plus a charge Q3 at as the latter change moves from infinity to point P. هو السؤال بصراحة مكتوب بطريقة سيئة للغاية بصراحة، مع انه كان ممكن هتقولي مش انا اللي كاتبه، انا نقله من السروي عشان ما حدش يقول لي ما تدري كتبوا لنا كده. بصراحة ما عدلتش فيه، خدته as it is من سروي. الصح بتاعه انا عايز احسب الورك اللازم عشان اجيب تشارج مقدارها 3 مايكرو كولوم من انفينيتي واحطها عند النقطة بي. الورك ده اجيبه ازاي؟ required حساب الورك اللازم علشان احرك الشارج مقدارها 3 مايكرو كولوم من انفينيتي لغايه النقطه بي. احسب الورك ده ازاي؟ يا بشر يا بشمهندسين بالظبط الورك بالظبط اللي هو W من انفينيتي الى النقطه بي. طبعا الترتيب يفرق معايا، يبقى ده بيساوي التشارج اللي انت هتحركها اللي هي كيو 3 في الفولت الفاينل اللي هو الفولت عند النقطه بي ماينس الفولت الانيشيال اللي هو الفولت عند ايه الانفينيتي. والفولت على الانفينيتي بكام؟ زيرو. يبقى هي فقط بضرب كيو 3 في الفولت عند النقطه بي. والله لو الورك ده طلع بالبوزيتيف يبقى انت فعلا محتاج اكسترنال ورك عشان تحرك من انفينيتي لغايه النقطه بي. لو طلع بالنيجاتيف انت مش محتاج اكسترنال ورك، اللي بيحرك التشارج هو الفيلد فورس. اوكي طبعا عشان الفولت عند بي طلع بالنيجاتيف هيطلع الورك بالنيجاتيف. طب دي طريقه، في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه لحساب الورك غير دي؟ يلا يا بشر يلا تصحيني بدري. يلا يا باشمهندسين، هل في طريقه تانية لحساب الورك؟ طبعا لا يا باشا، الورك زي ما اتفقنا هو دلتا يو. مش احنا قلنا الورك دان باي الاكسترنال ايجنت هو دلتا يو؟ احنا مفترض تشيرج في كانت ايجنت بصفر. دلتا يو يعني يعني يو فاينل ماينس يو انيشيال. يعني يو فاينل يو انيشيال بعد ما جبت كيو 3 يو بكام؟ هجيب التوتال بوتنشال انرجي بتاع 3 تشارجز اللي خدناها من شويه ماينس انيشيال قبل ما تجيب كيو 3 اللي هي البوتنشال انرجي بين الاثنين مايكرو والنيجاتيف 6 مايكرو. يا ريت تعملها، طلع ده برقم طلع ده برقم، اعمله ماينس لازم يطلع نفس الانسر بتاع مين؟ بتاع الورك. وده اللي قاله السيرفي، خدت بالك؟ find the change in potential energy. ما هو التشينج في البوتنشال انرجي هو ده W of the system of the two charges plus a charge Q3 as the latter change from a charge from moves from infinity to point P. يعني هو في السؤال قال لك طريقة الحل ان الورك هو دلتا يو هو يو فاينل ماينس يو انيشال. يو فاينل بعد ما جبت Q3، يو انيشال قبل ما جبت Q3 اعملهم ماينس يطلع لك نفس قانون الورك. اوكي طيب
برضو ده اكزامبل تاني مش هعيده، ما فيهوش فكره جديده، بس انا زي ما قلت لكم لما بلاقي اكزامبلز بحطها لكم في السلايدز عشان تبقى السلايدز مدعمه باكزامبلز كتيره. عندك تو تشارجز 50 مايكرو ونيجاتيف 50 مايكرو، والريكوايرد حساب البوتنشال عند النقطه A وعند النقطه B. طبعا في حاجه بتتحل في ثانيه، عند النقطه B بكام الفولت؟ عند النقطه B بكام؟ زيرو. وهنا نقطة مهمة جدا، هل معنى ان الفولت عند النقطة بي بصفر ان بي عند الانفينيتي؟ خالص. يعني اللي عايز اقوله ان الفولت عند ايكوال صفر مش هي فقط النقطة اللي عند الانفينيتي، ده اللي عايز اوصله لك. يعني مش لازم تبقى النقطة عشان تبقى الفولت بتاعها بصفر تبقى موجودة عند الانفينيتي، لا خالص. ما هي النقطة بي مش عند الانفينيتي بس برضو الفولت عندها بصفر. ليه؟ لان هي قريبه من تو تشارجز قد بعض في المقدار وقد على نفس المسافه بينهم ايسوسيلز ترانجل، وبالتالي طلع الفولت عند النقطه بي بصفر. يبقى مش شرط ان الفولت عند النقطه يطلع بصفر ان لازم النقطه دي تبقى موجوده في الانفينيتي. طبعا هتعرف تجيب الفولت عند ايه؟ محلول عندك بالظبط يعني. طيب نفس الترتيب نفس السيناريو بيتكرر معانا، زي ما حسبنا الالكتريك فيلد بتاع البوندد شارج، بعد كده دخلنا قلنا طب لو كونتينيوس شارج، نفس القصه بتتكرر معاك تكرار. النهارده احنا بنراجع بعد ما جبت البوتنشال ديو تو بوندد شارج، طب لو كونتينيوس شارج نفس الابروتش، بناخد اليمنت واجيب البوتنشال ديو تو الاليمنت عند النقطه بي، هستخدم قانون البوندد شارج كي دي كيو على ار، بعد كده اعمل انتجريشن. مفيش خارج ولا داخل، مفيش ساين وكوزاين، مفيش اي حاجه من الافلام اللي احنا كنا بنعملها. كاني بالظبط يعني بدي كورس لتالت اعدادي، تاني اعدادي، رابع ابتدائي، حاجه هبل. شابتر ده واللي بعده كده، هي صعوبه الالكتريستي فقط في اول تو شابترز كده، تلاقي الموضوع منتهى السهوله اللي في الدنيا كلها. تعال ناخد اكزامبل الرينج. انا حبيت اخد اكزامبل مشترك بين الالكتريك فيلد وبين البوتنشال، برضو كنوع من الكومباريزون، فانا بدات باكزامبل مشترك بين الالكتريك فيلد وبين البوتنشال. انا عايز بس حد عنده اسم كده يفكرني بس كنا بنعمل ايه في الالكتريك فيلد، بس يعني حاجه. تعال نفكر كنا بنحسب الالكتريك فيلد بتاع الرينج ازاي. تعالوا نقي جهاد مجدي. جهاد اين انت يا جهاد؟ يا جماعه احنا في رمضان، مش عايز اخد اسماء ونقص، يعني مش عايز اعمل حاجه فكاهه، يعني احنا في رمضان احنا قلنا مش ما ينفعش انا ده اسمك وما تردش عليا. جهاد مجدي. طيب اللي تحتيها حمدي حسن. حمدي حسن حمدي حسن ما شاء الله. جان فرج. جان فرج دكتور. ايوه جان الحمد لله. في حد طيب يا جان عايزك بس تفكرني ازاي كنا بنحسب الالكتريك فيلد عند النقطة بي ديو تو تشارج رينج، خدناها فاكر كام ده يا جان؟ نشوف الكينج اللي جاي. كنا بناخد اليمنت، كنا بناخد اليمنت كيو، بعد كده وصل بين الاليمنت وبين النقطة بي، وكنت اقول ده اسمه ايه؟ فاكر اسمه دي اي، بعد كده كنت بعمل ايه؟ ريزوليوشن. ايوه يبقى عندك اكس كومبوننت اللي هو دي اي اكس. اه وال
الدي واي مش بتغير بعض، كنت باخد سبب السيمتري في عندك مركبه بتكنسل فاكر أوه. وعشان اعرف المركبه بتكنسل اخد element الاوبوزيت سايد، ولما خدت element الاوبوزيت سايد عرفت الواي كومبوننت هي الايه اللي بتكنسل، وقلنا ان ساعتها ان الاي واي ايكوال كام زيرو، وجبت الاي اكس يعني توتال فيد في اتجاه مين في اتجاه الاكس. شكرا يا جد، كل ده بنعمله خالص. تعال نشوف بجيب الفولت ازاي. انا حبيت بس افكركم عشان كنوع من الكومباريزون، دي في بيساوي كام كي دي كيو على ار، ولو تفتكروا احنا قلنا الار كونستنت تطلع وانتجرال دي كيو بكابيتال كيو، والار هي الجذر التربيعي سكوير روت اكس سكوير بلس اي سكوير، تطلع قانون الايه البوتنشال كي في كيو على ار، هو نفس قانون الاكشوالي نفس قانون البوينت شارج كي كيو على ار، كل اللي عملته بس ان شلت ار وحطيت سكوير روت اكس سكوير بلس اي سكوير. شفت الصوره؟ ده في لا ساين ولا كوزين ولا في دي في اكس ولا دي في واي ولا في سيمتري ولا في اي حاجه، ده انت ما فيش اي حاجه خالص. البوتنشال ده اسهل مما يمكن. طيب تعال ناخد برضو لو تفتكروا كنا خدنا تو سبيشال كيسز مع الرينج، تعال ناخدهم هما نفسهم برضو. بس حد يفكرني، حد فاكر تو سبيشال كيسز؟ انا عايز بس اتاكد انتوا بتذاكروا ولا لا، ولا يا صاحي الصبح الفاضي. ايه التو سبيشال كيسز اللي خدناهم في الرينج؟ سبيشال شيل سوري سبيشال شيل لا يا رونس، لما خدنا الرينج وطلعنا قانون الكتفي بتاع الرينج نص رينج. لا يا باشا ايه ده انا عمري ما خدت نص رينج، انت بتحضر مع مين؟ انا عمري ما قلت نص رينج دي خالص. الاكس بانفينيتي اكس سوار ممتاز 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 ممتاز، يعني اتنين بس اللي بيذاكروا والباقي طراوه خالص. انا عاجبني قوي موضوع نص رينج دي بصراحه، الحاجه اللي انا عمري ما قلتها. طيب يبقى احنا خدنا تو سبيشال كيسز، لما الاكس تبقى كبيره جدا، الاكس اكبر بكتير من الاي، اكس بعد النقطه عن مركز الحلقه واي ده الراديوس، طبعا الاي ده صغير جدا فحاجه صغيره لما عملها سكويرنج تصغر قوي وبالتالي ممكن اهملها، والاكس رقم كبير خلاص الروت هيروح مع السكوير هيطلع قانون كي كيو على اكس اللي هو نفس قانون البوينت تشارج، يعني قلنا ان الرينج بيهيف از بوينت تشارج. وكانت الحاله الثانيه لو عايز اجيب البوتنشال عند السنتر، لو حد فاكر الكتريك فيد عند السنتر طلع بكام؟ زيرو. فاكر لما قلت لكم طلع بزيرو بسبب انه كميه فيكتور، هل البوتنشال عند السنتر بصفر؟ او ممكن سؤال بطريقه اخرى، هل شرط لو في نقطه عندها الالكتريك فيد بزيرو هل شرط يكون البوتنشال بزيرو؟ لو انا حطيت اكس بصفر يطلع لك كي كيو على اي، يطلع كونستانت الكي ده كونستانت والكيو كونستانت والاي ده الراديوس خلاص يعني ثابت. يبقى اولا بنطلع طبعا بفكركم بس ان الكتريك فيد كان طلع بصفر، يبقى هنا بنطلع بكذا معلومه. المعلومه الاولانيه اللي سائلنا ان لو عندك نقطه الالكتريك فيلد بزيرو ده مش معناه ان البوتنشال شوت بي بصفر، امال معناه ايه؟ ان البوتنشال كونستانت رقم 5 فولت 10 يعني كونستانت. والعكس صحيح، العكس صحيح. لسه في الاكزامبل بتاع لما كنت طالب البوتنشال على النقطه دي طلع البوتنشال بصفر، تعال نرجع له اهو الاكزامبل ده 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 مش كان البوتنشال عند النقطه بي بصفر؟ هل الالكتريك فيلد عند النقطه بي بصفر؟ لا، النقطه بي عندها الكتريك فيلد. اللي مش مصدق اهو النقطه بي عندها الكتريك فيلد، في الكتريك فيلد جاي من الكي 1 اهو ده اتجاهه اي 1، وفي عندك الكتريك فيلد جاي من كيو 2 اهو ده اتجاهه اي 2، في المقدار الاثنين قد بعض بس في الدايركشن، هيبقى هنجيب اكس وواي هيبقى التوتال كله في اتجاه الاكس، الواي كانسل، المهم في عندك توتال فيد. ده اللي عايز اقوله لك بس، يعني لو في نقطه عندها البوتنشال بصفر ده مش بالضروري يكون الكتريك فيد بصفر، ولو في نقطه عندها الالكتريك فيد هو اللي بصفر ده مش بالضروري يكون البوتنشال بزيرو.
واضح الكلام ده يا جماعة؟ طيب احنا وصلنا خلاص. اوكي طيب تعال ناخد اكزامبل تاني على رود، وعايز اجيب البوتنشال مش عند نقطة على الاكسس، لا عند نقطة على الواي اكسس. عادي دي في زيها كتير في الايه في الشيت، دي اخدته زيها في الشيت كتير. طيب بنفس الطريقة مفيش اي، هناخد element اهو دي كيو اوصل بيه element وبالنقطة بي، هجيب دي في، دي في بيساوي كام؟ ك دي كيو على ار، ك دي كيو على ار، وار اللي هو مين؟ سكوير روت اكس سكوير بلس اي سكوير، اكس اللي هو بعد الاليمت عند الاوريجن، واي اللي هو المسافة العمودية بين نقطة بي والرد. بعد كده نعمل انتجريشن. هنا في عندك كام فاريبل؟ هنا الاكس فاريبل، لما الاليمت يتحرك اس يتغير، وبالتالي هشيل دي كيو وحط مكانها لامدا دي اكس، عشان هنا اكس انت عندك هنا تو فاريبلز، تيك كير الار هنا فاريبل مش كونستنت، مش زي مساله الرينج. وبالتالي نعمل انتجريشن. هتقول لي انتجريشن بتتعمل ازاي؟ احنا بنسيبها كده، انا مش هنخش بقى في قصه ازاي نحل انتجريشن، بس لازم تحط ليميت، تقول اكس ده بيتغير من صفر الى ال، فاحنا بنقف بس لغايه الايه؟ الصوره دي. لو انا اديتك حل الانتجريشن ماشي، ساعات بديك حل الانتجريشن في الامتحان بقول لك ان الانتجريشن ده حله كده، فانت ساعتها بقى بتعوض بالليميتس، تعوض مره الاكس بزيرو مره الاكس بال، تطلع لك قانون البوتنشال. يبقى انا مش عايز احول الكورس من فيزيكس الى ماث. لو كان انتجريشن صعب يا اما بنقف لغايه علامه انتجريشن او بديك حل الايه؟ الانتجريشن، والاثنين حصل قبل كده في الامتحانات. اما بديك حل انتجريشن زي الاكزامبل ده، او اخليك تقف عند علامه الايه؟ الانتجريشن. طيب ابلكيشن تاني، لو عندك سفيريكال تشارجد كوندكتور، سفيريكال تشارجد كوندكتور كوره موصله مشحونه. انا لو تفتكروا خواص الكوندكتور، قوانين الكوندكتور نفس قوانين السفيريكال شيل. ليه الفرق؟ لان احنا في حاله الكوندكتور تبقى تشارجز فين؟ على السيرفس. طيب يبقى قوانين الكتريك فيلد، الكتريك فيلد طول ما النقطه جوه الكوره الكتريك فيلد بزيرو، ولو النقطه بره الكوره كي كيو على ار سكوير، نفس قوانين السفيريكال شيل. الريكوايرد عايز اجيب البوتنشال، هنعمل ايه؟ طيب تعال نبدا بالبوتنشال عند نقطه بره، نقطه ايه؟ بوتنشال ات ا بوينت اوتسايد. هنا بقى ارجع القانون الاصلي، الفولت ايكوال ماينس انتجرال من انفينيتي لار اي دوت دي ار. ركز معايا، طبعا الانجل بين اي ودي ار صفر، انا دي بوزيتيف، فبالتالي الالكتريك فيلد في نفس اتجاه الار. الالكتريك فيلد ركز بقى معايا الحته دي في غايه حته ماث، الدومين بتاعي فين؟ الدومين اللي هي البوينتس اللي داخله في الانتجريشن من انفينيتي للار، انفينيتي يعني نقطه بعيده، وار لغايه النقطه ايه يعني؟ جميع النقط من انفينيتي لغايه النقطه ايه؟ كل النقط دي بره الكوندكتور، بره الكوندكتور، يعني هستخدم قانون الالكتريك فيلد اللي هو بره الكوندكتور اللي هو ده. خلي بالكم مشكله الالكتريك فيلد ليها قانونين، يا اما بصفر او كي كيو على ار سكوير حسب مكان النقطه. فانا هنا بعمل انتجريشن، فالدومين اللي هي النقط اللي داخله معايا في الانتجريشن في اول كيس من انفينيتي لغايه النقطه ايه؟ كل النقط دي مشتركه انهم كلهم بره الكوندكتور، عشان كده شلت الاي حطيت مكانها كي كيو على ار سكوير، هتطلع نفس القانون الايه؟ نفس قانون البوينت تشارج اللي هو كي كيو على ار. امتى القانون ده فاليد؟ فور ايه؟ فور ار، اسف، فور ار اكبر من اي او ار كابيتال. طيب لو عايز اجيب لي الفولت عند نقطه جوه، دي صعبة شوية. نقطة جوه، نقطة جوه الكوندكتور، هي إيه المشكلة؟ بي المشكلة إن الدومين من إنفينيتي لغاية النقطة بي، من إنفينيتي لغاية السيرفس إلكتريك فيلد كي كيو على آر سكوير، ومن السيرفس لغاية النقطة بي إلكتريك فيلد بصفر. لما الفانكشن تتغير بنعمل إيه؟ حد يعرف؟ الحتة في الماث لما يبقى الفانكشن تتغير بنعمل ايه؟ بنقسم الانتجرال الليميتس، بنقسم الليميتس، فدي حته في الماث. فانا هنا مضطر نقسم الايه؟
الليمت يا رب تكون اتفهمت لان عليكم اسايمنت عليها دلوقتي. يبقى من انفينيتي لغايه الار الكتريك فيت كي كي على سكوير، ومن سطح الكوره غايه ما اوصل للنقطه بي الكتريك فيت بصفر. فلازم اقسم الليمت، ده اللي انا عملته. خدت النيجاتيف اللي هي بره دي في القانون، طلعتها بره من انفينيتي لار كابيتال كي كيو على سكوير، ومن ار كابيتال ار سمول الكتريك فيت بكام؟ بزيرو. طبعا زيرو الترم ده بصفر، يبقى لما اجي نحل هيطلع كي كيو على ار كابيتال which is constant. ودي المعلومه اللي احنا قلناها، لما الكتريك فيت بصفر ده معناه ان البوتنشال كونستانت رقم، يبقى في علاقه بالكلام اللي انا بقوله يعني كونستانت وصفر. هنحاول نربط العلاقه ليه لما الكتريك فيت بصفر لازم البوتنشال يطلع رقم ثابت كونستانت. وبالتالي معنى كده ايه؟ ان جميع النقط اللي جوه الكوندكتور اللي هي نفس قيمه البوتنشال، اللي هو نفس البوتنشال اللي على السيرفس، هو كيكو على الار كابيتال، ده البوتنشال بتاع مين؟ بتاع السيرفس. يبقى لو انا حبيت ارسم البوتنشال كل النقط اللي جوه الكوندكتور اللي هي كونستانت بوتنشال، وبعد كده واللي هو نفسه على السيرفس، بعد كده اول ما بطلع او ابعد عن السيرفس يبدا البوتنشال يقل. كنوع من الكومباريزون بين البوتنشال وبين الكتريك فيلد، الكتريك فيلد كل النقط اللي جوه الكوندكتور عندها زيرو فيلد، الفيلد بيبدا بس عند السيرفس بيبدا ماكسيمم، وبعد كده بيقل واحد على ار سكوير لما نروح للانفينيتي. نفس الكلام ده هتعملوا طبعا، ده شرح بقرو، ده اساينمنت 3. انتوا عملتوا اساينمنت 2؟ باشمهندسين عملتوا اساينمنت 2؟ يا ساتزا انتوا رحتوا مني فين باشمهندسين؟ ايه يا جماعه انتوا سايبيني بتكلم ولا في ايه؟ انتوا مش سامعني باشمهندسين؟ حد يطمني. سامعين يا دكتور. طب حضرتك طب في ما تقولوا قلقتوني. عملتوا اساينمنت 2؟ وفي برضه ما تردوش، ما علينا براحتكم. اساينمنت 3 هنا، دي اللي هي سوليد سفير. سوليد سفير اوكي، فايه قوانين السوليد سفير؟ اي كان كي كابيتال كيو على اي كيوب ار سمول، وكي كيو على ار سكوير. خلاص عايزك تجيب البوتنشال، كالكوليت ذا الكتريك بوتنشال ديو تو انيفورملي تشارجد سوليد سفير، وبرضه ترسمها. برضه النهارده ان شاء الله هرفع الاساينمنت وهبعت لكم على التيمز الديدلاين امتى. هنقف لغايه كده عشان التطبيق ده هيطول مني، ونعرف ان المحاضره قربت تخلص، فهنقف لغايه كده ونكمل مع بعض ان شاء الله الحد اللي جاي. في اي سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ وانا مش عارف ال انتوا قاعدين ساكتين دي، ما اعرفش مش عادتكم يعني. دكتور هو احنا ممكن نعمل الاساينمنت عادي، بس هو عليه درجات عندنا في الكورس. سوري بعتذر اسف. انتوا كبير ستريم، بعتذر. انا اسف جدا والله، افتكرتكم كريدت. الاساينمنت مش عليكم، انا اسف جدا والله، معلش. بس ليه الصيام مأثر فيا النهارده جامد قوي، مصحيني بدري. انا مشكله، انا بصحى الظهر، فانتوا مصحيني بدري، وانا كان نفسي اجل المحاضره، فانا بعتذر جدا. هو على فكره مش فارق كتير، تقريبا نفس عدد الكريدت يعني، انتوا عددكم المفروض 350 حاضر 100 يعني، فانا بعتذر جدا. بس انا قلت لكم اعملوا الاساينمنت از هوم ورك يعني، حاول الاساينمنت دي. صحيح انا ما عنديش درجات على الاساينمنت، وعلى فكره انا طلبت كذا مره يبقى في درجات على الاساينمنت للميد ستريم يعني اسوه بالكريدت، بس اترفض الطلب ده. المفروض يبقى زي ما هم عندهم درجات على الاساينمنت، يبقى انتوا عندكم درجات على الاساينمنت. فانا بعتذر جدا. اشوفكم ان شاء الله الحد الجاي. السلام عليكم. Thank you.